السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف أعرض لكم المحفوظ من كتاب ديني حياتي للصف الأول الفصل الدراسي الأول. طبعا في البداية يحفظ الطالب سورة الفاتحة، هذا هو الجزء الأول. كتاب ديني حياتي الجزء الأول يحفظ سورة الفاتحة، من ثم ينتقل إلى سورة الإخلاص، ثم الفلق، وبعدها سورة الناس. هذه المحفوظات الفاتحة وكذلك الإخلاص والفلق والناس. أما بالنسبة للأحاديث فيحفظ هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاكوا وتنظفوا. وكذلك يحفظ الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وكذلك في الكتاب الثاني من ديني حياتي الجزء الثاني يحفظ الطالب سورة الكوثر وكذلك سورة الكافرون، وأيضا يحفظ سورة النصر والمسد. أما بالنسبة للأحاديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. هذه هي المحفوظات في الكتاب الجزء الأول والجزء الثاني للصف الأول الفصل الدراسي الأول. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وأتمنى من الجميع أن ينشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة.